شاركت فيها وكان ليك دور مهم كبير وفعال. عايز اخدك لمباراه سان داونز، وهي من اهم المباريات في الموسم ده، خاصه عايز اتكلم الاول عن المباراه الاولى اللي كانت في القاهره. بادجي نزل الشوط الثاني اضاف اضافه كبيره جدا بتحركاته، وكان ليك دور مهم جدا كمان في ركله الجزاء لما خدت الكوره ودخلت وعرقلك احد مدافعي سان داونز، وكان ليك دور مهم جدا. النادي الاهلي وقتها كسب 2-0، راح جنوب افريقيا باريحيه اكبر شويه بفضل الهدف او بفضل ركله الجزاء اللي جابها اليو بادجي. فعلا انا سمعت كتير بيتكلموا عن سان داونز، عن سان داونز من وقت ما جيت، وان حصل قبل كده كان 5-0 الموسم اللي فات. انا بكامل احترامي ليهم، انا لعبت قدام فرقه كويسه وكل حاجه، لكن برضو ما نغفلش النادي الاهلي نادي كبير وفي افضل حالاته، بطل افريقيا اكتر من مره. فالنهارده لما بتاخد بطوله افريقيا كذا مره وبتاخد الدوري العام كذا مره، مش ممكن يكون فريق عادي، لازم يكون فريق مميز، ولعيبته بتلعب بتادي دور كويس، وانا شايف كل اللعيبه وافراد الجهاز وكله بيشتغل بجديه. ما كنتش قلقان بالمره، ما كنتش خايف خالص، لان النادي كبير بس مش ممكن يكون اكبر من النادي الاهلي، والنادي ده مش ممكن يكون افضل من الاهلي، استحاله. ولذلك عديت نفسي كويس جدا المباراه، وده ظهر المجهود ده لما نزلت اترجم في الملعب. لما نزلت الشوط الثاني تحملت مسؤوليتي كلاعب في الفريق والتحدي كل عندي، واعتقد ان اديت دوري كويس على اكمل وجه، والحمد لله مشيت كويس وكسبنا المباراه. طيب في مباراه العوده بقى هناك في جنوب افريقيا، وكانت مباراه صعبه جدا وفيها ضغوط كبيره جدا، اليو بادجي كان متوقع ان ريني فايلر يبدا بيه المباراه، ولا انت كلاعب محترف برضو مهيئ نفسك مستعد انك انت هتنزل، او ولا ريني فايلر اتكلم معاك عشان يحضرك للمباراه دي؟ زي ما حضرتك قلت دلوقتي، انا لعيب محترف، يعني ما المفروض ما اهتمش هلعب او مش هلعب، المفروض ابقى جاهز في كل وقت. انا ممكن تبقى قاعد على الدكه وتنزل تغير المباراه، فانا بعمل دوري بتمرن كويس، لكن في خلال الفتره دي انا اتفاجئت بصراحه، لان انا كنت متخيل ان ابدا المباراه، وكان بس قلت لازم باي دور اساعد الفرقه، وكان بقالي فتره ما بلعبش بوقت كبير، لكن انا كنت موجود وجاهز وبدنيا جاهز، وانا قلت مش هفضل على طول قاعد على الدكه، اكيد هتيجي فرصه ابدا، وبقالي كذا شهر، واظن لما نزلت كان الموضوع طبعا صعب بالنسبه لي ان ابدا، ولان انا عايز العب. الماتش كان صعب، انا كان نفسي اسجل اهداف، لكن الماتش خرج كويس قبل ما سجلت. جات لك فرصه مهمه في المباراه، لما بتسترجع كده وتتفرج على الفرصه، بادجي بيفكر في يعني في الفرصه اللي ضيعها، ممكن يراجع نفسه لو جات لي تاني ممكن اشتغل عليها ازاي؟ هل كنت لازم تلعبها لمسه واحده، ولا كنت لازم توقف وتلعب اللمسه الثانيه؟ كانت فرصه مهمه جدا بالنسبه لي اسجل، كان المفروض اسجل للاسف، لكن ما سجلتش. كان نفسي اسجل الجول ده، كان هيسهل الامور جدا بالنسبه لنا، لكن ده حال كره القدم. كانت كرة كويسة، فرصة كويسة جات لي. أنا بعد كده قلت كان المفروض أشوط على طول من لمسة واحدة، ما وقفش. لكن لما جت الكورة كان عندي قرارين، أنا كنت في الملعب وشايف أفضل إما أوقف إما أشوط. لما جات لي كانت الكورة بتتنطط بالأرض، كانت بتتنطط على الأرض، فما قدرتش آخد مخاطرة إن أشوطها مرة واحدة ممكن ما تتظبطش. لكن يعني بغض النظر عن الفرصة، أنت أديت أداء رائع، حتى الناس يعني كانت معجبه كمان ان كانت دي البدايه الاولى لبادجي في المباراه دي، وانت قابلت بلاء حسن في المباراه، وانت خارج راح تبديل وخارج من الملعب اتكلمت مع موسيماني مدرب سان داونز، والكاميرا جت عليك كده وانت بتوجه له بعض الكلمات. قال له بادجي، قال ايه لموسيماني وقتها؟ لا هو كان بيتكلم كتير، كان ما يتكلم طول ما قاعد عمال يتكلم، وصح وشايف ده مش حاجه احترافيه خالص. ما كنتش عايزه يكلمني، قاعد يتكلم معايا كتير ما رضيتش ارد عليه، كان بيوجه الكلام ليا انا، كان بيقول لي اطلع بسرعه اخرج بسرعه، كان بيتكلم بيقول اي كلام، يعني انا ما بفهمش بيقول ايه، سامعه بيتكلم، انا ما قلتوش حاجه وحشه، انا كل اللي قلت له
قلت له لو ما كسبتش الماضي انا هحاول مره ثانيه. حتى مصريه ما بيندهاش لما قلت له كده. طيب عايز اخذك لمباراه برضو مهمه النادي الاهلي ادى فيها اداء رائع لكن لم